يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا جنوب سيناء شمال الصعيد، أيضا معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد. حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى فيها 30، الصغرى فيها 21 طقس حار في القاهرة، الإسكندرية 29 20، مطروح 29 18، بورسعيد 28 22، الإسماعيلية 31 20. أما محافظة السويس العظمى فيها 32، الصغرى فيها 21، العريش 28 19، طابة 28 21، شرم الشيخ 32 24، الغردقة 32 22. أما محافظة الأقصر العظمى فيها 33، الصغر فيها 18، أسوان 34 19، الوادي الجديد 34 16، شلاتين 32 22. أما حلايب فالعظمى فيها 28 والصغرى 24. لأن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع